أهلا بكم، نكمل شابتر 2 في MATLAB Introduction to MATLAB Basics. في أمر تعرفناه عشان نمسح الشاشة دي، فبنقول دي CLC Command، CLC Command يمسح الشاشة. طيب في أمر مهم، لو أنت مبرمج وعايز تعمل شوية Comment ما تظهرش في الخارج، تمام؟ فايدتها ان اي حد بيرى البرنامج يعرف يقرا صح لو عايز توضح اي حاجه. بقى بتدوس شيفت 5 وتدوس براكت شيفت جيم، وتروح عامل برضو نفس الكلام بس عكسه، شيفت ده، تمام، وتحط اي حاجه في النص هنا مثلا هاي. بعد كده في سطر لوحدها مالوش اي لازمه. يعني لو انا قلت مثلا a زائد b equal c، وجيت جنبي انا قلت this operation is used to make some operation this كذا 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 بلا بلا بلا، ايه اللي هيحصل؟ العملية اللي هتتم اللي هتتم عملية A زائد B. طبعا أنا A زائد B كده اهو من غير equal هتساوي 4 من غير equal، تمام، بالشكل ده هتساوي 4. مظهرش معايا الأداة اللي اسمها comment دي بس فديتها علشان اللي يقرا البرنامج. طبعا الرقم صحيح او رقم عشري مش هيفرق، تقدر تسجل رقم صحيح او رقم عشري، ممكن تقول ايه بتساوي 10 بوينت مثلا 10 يسجلها، تمام. وهو طبعا بياخد الرقم العشري لاخر اربع ارقام، تمام. طيب لو عندي مثلا عدد كومبلكس نمبر، قلت ان C بتساوي complex يعني تخيلي، يعني في عدد صحيح وفي عدد تخيلي، ثلاثة مثلا 0.4 x بهذا الشكل. لو دوست انتر هيقول لي ان التلاتة ده هو الرقم الحقيقي، واما الاربعة ده هو الرقم التخيلي. مثلا لو جيت مثلا قلت في هذا الشكل مثلا تلاتة مضروبة في جذر سالب واحد، فالعدد الحقيقي هو التلاتة والعدد التخيلي هو سالب واحد، او تلاتة زائد جذر سالب واحد. عدد تخيلي يعني مش مظبوط، مش صح، لا يتعامل معاه في القلب، يقول لك ايرور. فلما تقول كومبلكس 3 و 4 يبقى هو الاول حقيقي، اما الثاني هو imaginary تخيلي. طيب لو انا قلت مثلا c بتساوي real، او مثلا y بتساوي real c، دي معناه ايه؟ يعني هات لي الرقم الحقيقي اللي مكتوب جوه السي. السي انا اتفقنا التلاتة هي الحقيقي والاربعة تخيلي، ولاحظ ان جنب الاربعة كتب اي يعني imaginary. طبعا لو عملت المعادلة دي المفروض يطلع لي رقم تلاتة، يطلع لي رقم تلاتة هو العدد الصحيح الحقيقي. طيب انت لو مش عايز العدد الحقيقي، عايز تظهر على الشاشة العدد التخيلي فقط، يبقى نفس العملية، تيجي كده وتكتب imaginary IMAG، اختصار كلمة imaginary يعني تخيلي، هيجيلك طبعا عدد 4. تقدر طبعا تعمل عمليات جمع طرح ضرب اسمها write division
او ليفت ديفيجن او اكسبوننشال، وهنشوف هنستخدمهم ازاي. بالنسبه للاديشن والسبستراكشن، الجمع والطرح والمالتيبل، كل ده كلام سهل مفيش مشكله. اول ايه الفكره ما بين الرايت ديفيجن والليفت ديفيجن؟ يعني مثلا لو قلت 6 رايت اوفر 2 دي اسمها رايت ديفيجن 2، يعني 6 على 2 بتساوي 3. طيب لو قلت 6 وعكستها كده خليتها ليفت ديفيجن، دي معناها 2 على 6، 2 على 6 تلت يعني، ماشي. طيب في شوية حاجات مهمة جدا اسمها precedence mathematical operation، العمليات الحسابية اللي بيعملها الأول في البرنامج. يعني مثلا جالي عملية ضرب في جمع في طرح، في ايه العمليات، ايه الأولويات العملية الحسابية اللي بيمشي بيها البرامج عموما؟ أول حاجة الأقواس، أول حاجة الأقواس. يعني ايه؟ يعني قلت مثلا لو الإكس بتساوي كوس 3 في 4 مثلا زائد 3 ناقص 1 مثلا، ايه اول حاجه يعملها؟ هيعمل الكوس ده يبقى 12 زائد 3 15 ناقص 1. تاني حاجه for nested parentheses innermost are executed first. طب لو تعددت الاقواس، يعني لو في قوس بالشكل ده زائد قوس تاني بالشكل ده زائد مثلا 1، لو القوس ده جواه قوس كمان ينفذ القوس اللي جوه الاول بعدين ينفذ القوس اللي بره. يعني ايه؟ مثلا لو قلت هنا 3 وقلت مثلا اللي بره اكس وكل سكوير، يبقى هو ينفذ 3 اللي جوه يضربها في اكس يبقى دي 3 اكس والقوس اللي بره سكوير، 3 في اكس 3 اكس سكوير يبقى 9 اكس سكوير بهذا الشكل، بياخد من جوه لبره. يبقى لو في عمليه، لو هنا مثلا في قوس وليكن اكس مثلا في اكس باكس سكوير، ينفذ مين الاول، العمليه دي ولا العمليه دي؟ ينفذ العمليه دي اللي هي فيها اقواس جوه بعضها دي، وينفذ القوس الاول ثم القوس الثاني، بعد كده يخش على العمليات الثانيه. بعض الأقواس بيستخدم الـ exponential exponentation، ودي الأس. يعني لو تلاقي مثلا عملية جنبها كده اسمها زائد مثلا x أس 3، يبقى هو ينفذ القوس الأول ويرجع ينفذ القوس الثاني وينفذ الأس. بعد كده third، تالت عملية multiplication and division both are equal precedence. يعني جمع ضرب أو قسمة بتتعمل الأول حسب أول عملية موجودة. يعني مثلا لو عملت هنا مثلا زائد 3 على 2 زائد 4 في كده كده الاتنين هيتعملوا في نفس الوقت، يبقى دي هتتعمل كده لوحدها ودي هتتعمل لوحدها، الاتنين هيتعملوا في نفس الوقت مفيش أولوية، يعني ده يسبق التاني في الضرب والقسمة. بعد كده يعمل بقى السبستراكشن والأديشن، لو في بقى أي أرقام تانية مثلا 3 ناقص 1 زائد 2 الكلام ده يجمع ويطرح مفيش أي مشكلة. ده كده بالنسبة لفكرة العمليات الحاسبية. في الفيديو الجاي إن شاء الله هنشرح ندي أمثلة examples of the order of precedence of the arithmetic operation، هندي أمثلة موجودة في صفحة 15 وهكذا عن إزاي نستخدم العمليات الحاسبية ديت.